هي سلة الغذاء للجزيرة العربية على مر التاريخ، الحسن معروفة يعني، ليس بل ليس للجزيرة وإنما للخليج. وذاك شوف الناس اللي كانوا في الأول، حتى الحاج الذي يأتون من خارج الأحساء فينزلون على الساحل، ثم بعد ذلك بعضهم كانوا يمشون إلى مكة، ينزلون من جهة الأحساء حتى يأخذون معهم غذائهم في الطريق حتى يصلون إلى مكة. بعد تسجيلها بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعت واحة الأحساء نفسها على خارطة السياحة الطبيعية في العالم، وأصبحت من أبرز المناطق الجاذبة للسياح لجمال طبيعتها وتميز محاصيلها. العيش الحساوي هو سمي عيش لأنه كان في اعتماد قوي جدا على قبل استيراد الأرز من البلدان الأخرى اللي هو الأرز الأبيض، كان الاعتماد الكلي حقيقة في على منتج العيش الحساوي، وكان يكفي لأهل الأحساء وخارجها أيضا في الخليج أن يغذيهم بهذا المنتج. العيش الحساوي هو يعني نبتة أصيلة في هذه المنطقة، لونه أحمر، لذلك يسمى أحيانا الرز الأحمر وأحيانا يسمى العيش الأحمر، وأيضا مكوناته الغذائية كبيرة جدا يعني، ويعتبر أفضل أنواع الأرز في العالم. الرز الأحسائي معروف، الرز الأحمر، والرز الأحسائي يعتبر من أجود الرز حتى الآن للمصابين بالسكر، يقولون أنه أيضا ممكن يعتبرون يستخدمونه كعلاج الآن. الكيلو حقه يوصل 35 ريال. هنا يستخدم كعادة في رمضان بالأكل، لأنه يبقى مدة طويلة ويعطي غذاء، وفي نفس الوقت لا يعطي كلفة للإنسان عندما يأكله. وأيضا يتنوع في الأحساء في طبخه بعدة أشكال، سواء كان بشكله كأرز أو بتقطيعة أو بجرشة أو كذا، فيطلع منه أكثر من شغلة أو أكثر من طبخة بالنسبة حق الأرز الأحسائي.